السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا ليا فترة كبيرة متغيبة عنكم لظروف ما، ودي رجعت لكم تاني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الدلكة السودانية البيضة، الدلكة البيضاء. في دلكات تانية كتير، دلكات سودانية، انواع كتير من الدلكات. النهاردة هنعمل الدلكة السودانية البيضاء اللي هي ما بتسببش اي حساسية، دي للبنات وممكن كمان تنفع للمتزوجات عادي يعني. فدي المكونات اللي معانا، هقول لكم على المكونات وبعدين هنتكلم عن الدلكة وهنعملها مع بعض. طبعا في دلكات تانية هنعملها مع بعض في فيديوهات تانية. معانا 2 كوباية دقيق، ومعانا معلقة كبيرة نشا، ومعانا معلقة كبيرة سكر او معلقتين نشا. هنروح مع بعض هنعملهم على النار. زي ما انتوا شايفين كده معايا بنات، انا معايا 2 كوباية دقيق، بس انا مش هعملهم كلهم لاني لما عملت 2 كوباية جابت معايا كمية كبيرة جدا. مش عايزين نعمل كمية كبيرة وتقعد معانا في التلاجة، عايزين يعني كمية تناسب الجسم كله بس تخلص ونعمل غيرها. هنحط 2 كوباية دقيق في الطاسه معانا. انا حطيت طبعا 2 كوباية عشان عملتهم كلهم، لكن انا بقول لكم كفايه 1 كوباية. هنعمل حطينا 2 كوباية الدقيق في الطاسه وهنروح بيها على النار، وهنقلب فيها لحد ما لونها يتغير كده ويبقى لونه بني اهو زي ما انتم شايفين كده. الطاسه طبعا فاضيه ما فيهاش اي حاجه، زي كده كأنك بتحمصي حاجة يعني. هتقلبي في الدقيق كده لحد ما لونه يتغير للون البني اهو يا بنات، لونه اتغير شوية بس انا عايزاه اغمق من كده كمان. بس خلي بالك ما يتحرقش منك يعني، تفضلي جنبه كده تقلبي فيه علشان من تحت بيبقى لونه اغمق من فوق، فخلي بالك ما يتحرقش. اهم حاجة يكون لونه بني فاتح ما يبقاش محروق اهو يا بنات. اهو بعد ما نقلب كده هنضيف لها باقي المكونات. لازم تقلبيها كده تقليبة حلوة وتخلي بالك منها عشان ما تحرقش. اهو في المرحلة دي جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده، هو ده اللون المطلوب اهو، لا محروق ولا لونه فاتح. بعد كده هنضيف المية بتاعتنا، لأ هنضيف النشا الأول وبعدين هنضيف المية، لأن النشا هو اللي هيديها القوام بتاعها وهينعم البشرة وهيخلي البشرة طبعا جميلة. فالنشا يعني مكون أساسي في الوصفة دي. هنضيف النشا وبعدين نقلب شوية، هنقلبه شوية بس احنا مش هنحمر ولا حاجة، انا اصلا شلت الطاسة من على النار. هنقلبه بس كده عشان خاطر يتجانس مع بعضه، وبعدين نضيف المية بتاعتنا وطبعا السكر اخر مرحلة خالص. هنضيف معلقة السكر، معلقة السكر دي اللي بتخلي الوصفة ماسكة مع بعضها هي والنشا. هنجيب 2 كوباية المية بتاعتنا ونضيفها للدقيق، نجيب 2 كوباية المية مع بعض اهو كده. ضفنا المية زي ما انتم شايفين وهنقلب. ممكن في المرحلة دي ممكن نحطها على النار ونقلب، بس نقلب كويس عشان دي متكتلش معاكي، علشان كمان خاطر فيه نشا عشان كده انا شلته من على النار. لو على النار فانتي عايزه تقلبي بسرعه، فانا شلته من على النار عشان خاطر النشا ما يتكتلش. فانا قلبته تقليبه حلوه كده هو وبعيد عن النار، وبعدين حطيته على النار تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. هنخليه يغلي على النار ونقلب فيه اهو زي ما انتم شايفين. هنحط معلقه السكر، هي دي اللي هتربط لنا الوصفه مع بعض وهيطلع لنا الجلد الميت من البشرة وهينعم البشرة وهيخلي البشرة جميلة.
الوصفة دي تنفع للبنات وتنفع كمان للستات المتجوزة، يعني للمتزوجة. الوصفة دي سهلة وأي حد ممكن يعملها، لكن الدلكة السودانية اللي بالعطور يعني صعبة شوية، وليها طريقة خاصة وليها حلة خاصة عشان خاطر العطور والبخور يدخل جوه الدلكة، فصعب على الناس انها تعملها. لكن الوصفة دي سهلة جدا وما بتسببش حساسية للجلد، وبتنعم البشرة وبتخلص من الجلد الميت، وجميلة جدا. وممكن تشيلي العلبة عندك في التلاجة، ووقت ما تستخدميها تضيفي لها مثلا لو لقيتها جمدت شوية تقلبيها، ممكن تضيفي لها شوية زيت زيتون او اي زيت عندك مناعم للبشرة. طبعا هتفركيها، هتدهني بيها جسمك كله بعد الحمام، وبعد ما تنشف هتفركيها وهتدهني جسمك بزيت بيبي اويل، جميل جدا وبيخلي البشرة طرية. تاخدي الشاور بتاعك وتدهني بزيت بيبي اويل، وافضلي في الحمام شوية كده. بعد ما تدهني زيت بيبي اويل افضلي 10 دقايق قبل ما ترتدي الملابس بتاعتك. فالوصفة دي جميلة جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اهو زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا حطيتها في العلبة دي او البرطمان ده، يستحسن انه يكون ازاز. طبعا انت هتعبيها في البرطمان بعد ما تكون خلاص بردت، وبعد ما خلاص تكون باردة تستخدميها على جسمك على طول بعد الشاور. وممكن تشيليها في التلاجة، ممكن تقعد عندك يعني لمدة اسبوع مش هيجري لها حاجة. وزي ما قلت لك الطريقة بتاعتها، وان شاء الله هعمل لكم وصفات تانية جميلة. في عندي دلكات حلوة قوي، طبعا انا عشان عايشة في اسوان عندنا كمان نوبيين بيعملوا الخمرة وبيعملوا العطور برضو زي العطور السودانية، فهتلاقيني انا بحب الحاجات دي وبحب المنتجات التجميلية، بحب اعملها. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية جميلة ودلكات بتتعمل من الترمس والحمص المطحون والعدس. ففي وصفة جميلة جدا للعروسة بتبيض الجسم وتفتحه وتخلصك من الجلد الميت، ان شاء الله هعملها لكم في فيديوهات تانية. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.